معكم يا شباب، اليوم جانا في فيديو جديد. زمانكم تعملوا هاد الجلتش كيف بطلعك عالي وبسافرك انه ما بجلتش وابصر كيف كل ما عرفنا نشل الجلتش تكبس على الريسات تعمل ريسات ترس جمعكم شخصية جان جيبو. لازم يكون عندكم 50,000 مصاري يعني عشان نجيب طيارة. نجيب الطيارة يا جماعة ونركبها، أو إذا لقينا طيارة بنركبها نصحبها. وبتلاقوا يا جماعة لازم يكون عندكم مطاطة، تطلع مطاطة نطو. أو ماي جاد يا جماعة الجلتش كثير غريب، وعادي عندي قدر نمشي. ولو شلت النطيطة برضو بتضلك، لحظات السرعة بتضلك، ده بيروح الجلتش غير إذا أنت عملت ريسيت. يا جماعة الجلتش جدا غريب، خصوصا لانه بتطورك يعني بصير يحكي لك تا 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 تا. انت يقول ماما 50,000 فلو يمكن صاحبك معا اسم الماب يا جماعة. لا لا تا 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 شغل مكان اثر الليلة وخمس الاف ما ايش صار؟ ايش بحكي لي اثر ليلي؟ طب اثر وردي سير يطلع يعني من وراي اثر وردي يا جماعة. الله كيفك؟ طيب يا جماعة هطلع مكان اول مرة اشوفه انا بصورة. يا جماعة هفتحها على حظكم حظكم ما اعطاني شيء. طيب نفتح هذا اخر ثواني نفتح يا جماعة. او صح صار. المهم نفتح هاي دوران يا معلم. هاي حظ كل واحد عمل لايك حظه. اوكي 500. باي 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 باي.